اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا واستقبل ضيفي الكبير. ضيفي الكبير الاستاذ من الاساتذه اللي دائما بنتعلم منهم حاجات مهمه جدا. اول حاجه الدكتور ياسر ايوب من الاساتذه في كتابه المقالات اللي دايما تحس ان فيها حاجه بره الصندوق، في فكر جديد، بتقرا بتاخد معلومه، بتقرا بتستفاد بشيء، بتقرا بتطلع على الدول في مستوى المجالات على مستوى انحاء العالم. فدائم ان انت مش هتقرا حاجه او مش هتتابع حاجه هو بيكتبها، وده صراحه مش عشان هو موجود معايا، ولكن دائما بتستفاد منه بالمعلومه الجديده. برحب بضيفي الكبير دكتور ياسر ايوب، يعني شرف لي ان حضرتك تكون معايا النهارده ومنور قناه النادي. لا، وهو شرف لاي حد انه يبقى على شاشه الاهلي ويخاطب جمهور الاهلي، وبالذات مع حضرتك، ويعني انا مؤكد احترامي ليك واعتزازي كمان. ده شرف لي يا فندم. دكتور ياسر، في بدايه الامر طبعا هبتدي ابارك لك مبروك النادي الاهلي السنه دي موسم استثنائي، تصدر بطوله الدوري العام قبل انتهائه باربع اسابيع، اضافه لبطوله كاس مصر. ما شاء الله النادي الاهلي بياخدوا خطوات مهمه ومدروسه، وما هي السهله في دوري ابطال افريقيا الوصول لدور الثمانيه. ما شاء الله، مبروك دوري وكاس دكتور ياسر. الله يبارك فيك ويبارك لجمهور الاهلي وعلى جمهور الاهلي وعلى اداره واعضاء النادي الاهلي الكاس والدوري ونتائج الكوره، وان شاء الله نكسب الترجي ونواصل مشوارنا الافريقي. وعايز اقول لحضرتك انه احنا واخدين دوري وكاس السنه دي في كره القدم، وعاملين سبع بطولات افريقيه في الالعاب الاخرى، في اربع لعبات. نعم، سبع بطولات افريقيه، ثلاثه في كره اليد وواحده في الكره الطايره وواحده في كره السله واثنين في تنس الطاوله، وما فيش نادي في العالم هذا الموسم خد سبع بطولات قاريه في موسم واحد في اكثر من لعبه، وان شاء الله يبقوا ثمانيه ببطولة أفريقيا أو دوري الأبطال الأفريقي. الصراحة في طفرة حدثت في الألعاب الأخرى، ابتدأ النادي الأهلي يعود مرة ثانية في كرة القدم أيضا. يعني 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 مش طفرة، لا يعني استعادت كرة النادي الأهلي سابق مكانتها وانتصاراتها واستقرارها، وأعتقد أنه الكاس اللي بقاله 10 سنين غائب عاد إلى الجزيرة مرة أخرى. بس الموسم لم يكن سهلا دكتور ياسر، يعني كما أظهر البعض أن سهل أن الدوري الأهلي ياخد الدوري، سهل أن الأهلي ياخد الكاس، واستعرضنا مع حضرات مع كل المشاهدين مشوار النادي الأهلي تدريجيا. موسم كان صعب جدا، لم يكن بالسهل النادي الأهلي يسيطر على البطولة، ولكن القيادة الفنية الكابتن حسين البدري ودعم مجلس الإدارة في الصفقات وإدارة المنظومة أدت إلى المنظر اللي حضراتنا كل الناس شايفاه دلوقتي، ما شاء الله التتويج ببطولة الدوري والكاس. يعني العملية كانت عملية جماعية تضافرت فيها جهود كثيرة جدا، وأنا دايما بحب يعني أنسب الفضل الأول دائما طبعا بعد الله سبحانه وتعالى لجمهور النادي الأهلي ومساندته، ثم للعيبة وجهازهم الفني بقيادة كابتن حسام البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ والإدارة المستقرة ومجلس الإدارة الذي اللي بيوفر المناخ وبيوفر الهدوء، وما شفناش مجلس الإدارة يعني تدخل في أي شيء، وكانت الفريق له استقلاليته وله استقراره وله رؤيته التي يجب الحفاظ عليها، فكانت النتيجة هي أن تأتي البطولات لمن يستحقها ولمن سعى إليها. طب دكتور ياسر، كيف رأيت انتقاد النادي الأهلي منذ بداية الموسم؟ يعني النادي الأهلي ابتدى الموسم بفوز على الإسماعيلي، ثم فاز في خلال مشواره على المقصة المنافس المباشر، الزمالك المنافس التقليدي، سموحة المصري، وكان النادي الأهلي بينتقد انتقاد شديد، كيف رأيت هذه الاتهامات؟ هي هتظل الاتهامات قائمة والانتقادات هتظل قائمة، لأنه أحيانا النادي الأهلي يصبح يعني فوق طاقة الاحتمال العادي، يعني إنه فريق يفوز أحيانا أو غالبا في اللحظات الأخيرة، فريق يفوز حينما يتوقع له الجميع أن يخسر، فريق يعاند ويظل حتى اللحظة الأخيرة يبحث عن حقوقه وعن فرحته وعن انتصاره، فده شيء ممكن ان يثير البعض. يعني انه يعني ماتش نهائي الكاس اعتقد انه كان في كثيرين بداوا يستعدوا للاحتفال بهزيمه الاهلي، ولكن الاهلي هو الذي احتفل في النهايه.
فده شيء طبيعي. انا شايف انه هذه الانتقادات وهذا الهجوم زي ما قيل انه الاهلي دائما يكسب بالحكام وان الحكام هم اللي بيمنحوا البطولات للنادي الاهلي، فعشان كده انا سعيد جدا انه النادي الاهلي يطلب حكام اجانب لنهائي الكاس حتى لا يقال وكان سيقال ان الاهلي خد الكاس بالتحكيم. فالحمد لله احنا لا نفوز لا بالتحكيم ولا بالحظ ولا باي اشياء اخرى غير اقدام لاعبينا في الملعب وقلوب جماهيرنا في كل مكان في العالم. طيب انا هاخد